مثل ما سبق وذكرنا أصدقائنا المشاهدين صباحا، رح تكون ضيفتنا بمثل هالوقت مايا فياض، مدربة يوغا. لنروح معها بعالم اليوغا الفسيح والواسع يلي ما بيخلص، اليوغا يلي هي دراسة نفسية وجسدية، يلي هي بتفيد النفس والجسد على حد سواء، وبتخلق هيدا التوازن بين نفسنا وبين جسدنا، ومكون نحن ناس مرتاحين أكثر بحياتنا. مباشرة على الهواء معنا مايا. صباح الخير لك مايا. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني دايما عودتينا هيك على أطلالتك الحلوة والمميزة، وعلى كمان دروس اليوغا يلي بتعطينا إياها تباعا. اليوم شو عنا؟ اليوم بدنا نحكي اكثر عن الكور اكسرسايزز او عضلات البطن، ونعمل تمارين. بتعرفي هلا بالصيفيه كثير ناس عم بيقولوا لنا انه خلينا نشدد على الكور والبطن، وبس الفكره الاساسيه اللي على طول بنقولها للعالم انه نحن شكلنا الجسدي مش شيء كثير اساسي باليوغا، هي اكيد بتنفعنا وبتساعدنا، انما نحن الهدف الاساسي نكون مثل ما كنت عم تقولي انه هي بتعطينا بالانس بحياتنا او توازن. فنحن بجسمنا اذا كان الكور تبعنا ضعيف، شيء طبيعي انه نحن نحس حالنا ضعاف وما نقدر نعمل الاشياء الثانيه بالحياه تبعنا، مثلا يمكن اذا بدي لم شيء عن الارض ما بقدر. عدا عن هيك كثير مهم نعرف انه نحن عضلات الكور تبعنا او المسلز بالبطن لهم علاقه كمان بوجع الظهر، يعني في شيء اسمه بالانسنج ان اوبوزيشن او العضلات المعارضه لبعضها. فنحن على قد حتى لو كانوا عضلات الظهر تبعنا قوية، بس نحن عضلات البطن تبعنا منن قوية، هيدا الشيء رح يؤدي لوجع ظهر، لأنه هن معلقين ببعضهم متواصلين ببعضهم. وشغلة تانية كمان كتير مهمة إنه نحن عم نعمل تمارين لعضلات البطن، واللي هي إنه مثلا نحن في شيء اسمه السوس موسلز، واللي هي بتبلش من اللور باك موصلة بتجي لقدام وبتتعلق بالفيمر أو بعظمة الفخذ، واللي هي مسؤولة مثلا أنه نرفع إجرنا ونطلعها. فإذا نحن عضلات البطن كانوا تبعنا ضعف، ساعتها أكثر توتر أو أكثر شغل بده يصير على هيدي عضلات السوس والإليوسوس. فكرمال هيك بيصير في لما تشتغل العضلة زيادة بيصير في شيء اسمه سامي كونتراكشن. سامي كونتراكشن يعني بتصير عندها شوية تقلص، يعني بتصغر هيدي المسافة. هيدي المسافة لما تصغر كمان بالتالي بتسبب لنا وجع بظهرنا. فكرمال هيك نحن الكور اكسرسايزز أو التمارين اللي بنكون عم نعملها باليوغا هي كلها فيها توازن، فيها مثلا بوز اند كاونتر بوز، يعني كل حركه مقابله مع حركه اخرى اخرى بتساعد انه يصير في بجسمنا بالانس. ومثل ما كنت عم تقولي لما يكون نحن جسمنا متوازن فكرنا بصير متوازن وروحنا كمان بتصير مرتاحه اكثر. اكيد. بس هلا بدنا نبلش معك بالاكزرسيس تفرجيناهم تباعا، ولكن قبل مايا كم مره بدنا نقوم بهيدا الاكزرسيس بالجمعه لنحصل على هالشيء اللي خبرتينا اياه؟ هلا اليوغا هي في الواحد يعملها كل يوم، لان مثل ما كنا عم نحكي انه فيها توازن، يعني مثلا مش انا مثلا بروح على الجيم بعمل لاج دايز وبرجع بعمل تاني نهار upper back او الجسم من ميلة فوق او arms. سو هي اليوغا بصف اليوغا نحن بنكون عم نحرك كل عضلات جسمنا وبطريقه متوازنه. فكرمال هيك هي حتى يعني انا بقول لهم للتلاميذ او اللي بيجوا لعندي على السنتر انه هي فكرتها حتى مش انه هي تمارين مش بس تمارين بحد ذاتها، هي بتعطينا ريكفري من تمارين تاني نحن نكون عم نعملها. مثلا انا بركض بجي بعمل صف اليوغا منشان انه بفيدني، منشان انه انا اقدر مثلا ما اعضل، ما يصير في عندي بجسمي تنشن بمحلات معينه، ساعد حالي. سو هي اليوغا هي ريكفري من تمارين ثانيه، وهي بحد ذاتها تمارين كثير مهمه بتقوي لنا جسمنا على كل يعني بكل نواحي. يعني اذا فينا انا مثلا يكون عندي بوقف على ايدي بصير بوقف على راسي، بصير مرتاحه بجسمي، ومش بس بتعطينا سترينث وفلكسبيليتي يعني مرونه وقوه، هي كمان بتعطينا موبيليتي، يعني انا بصير قادره اتحكم بجسمي بطرق مختلفه. يعني بصير مثلا في اقعد على الارض انزل اول ذا واي، ومثلا ارجع اقدر اوقف بطريقه مرتاحه، مش مثلا اذا نخيت برجع كثير صعب ارجع اقوم. يعني بتصالح مع جسمي، بصير حس جسمي الي، وهيدي شغله كثير مهمه، لانه اوقات حتى لو يعني هيدا جسمك معك وبده يعيش معك وهيدا حامل هالروح، بس اوقات عن جد بتحسي كانه جسمك مش الك، وقد ايه
دايما اسمعها يي حاسس جسمي مش إلي، فأنت بطريقتك هيدا عم بتخلينا نحس فعلا بجسمنا. خلينا نبلش معك بالإكزرسيس مايا، كيف بتحبي تبلشي؟ يلا أكيد. هلا أول تمارين رح نعمله، رح نعمل كمان نعطي أوبشنز للمبتدئين، أوكي؟ نعم. سو هلا نحن هون بدنا ننام على ظهرنا، أهم شيء كثير مهم انه مثلا هون نحن لما ننام على ظهرنا في لامبر سباين واللي هو عامل كيرف ان باللور باك، اوكي؟ سو هيدا الشيء اذا ضله عامل هيدا الطعجه بيأدي انه يوجعنا ظهرنا، فكثير مهم انه نحن شده، يعني اعمل التيل بون لفوق، ساعتها هون بطلت ايدي قدرة تفوت، سو حسيت انه شد بطني واللور باك كعب ظهري دائر بالارض. سو للمبتدئين اول شيء فيهم يعملوا انه ضل اجرهم مثلا الشمال، رح نبلش نحن باليمين، سو اجرهم الشمال بيطعجوها بهيدي الطريقه واليمين بجلسوها، بنحط ايدينا حد منه، بناخذ نفس، بنعلي، بنعمل فلكس للفوت وبنطلع اجرنا لفوق، بنطلع نفس، بنعمل بوينت للتوز وبنرجع بننزل، اوكي؟ نعم. سو ان شاء الله يكون المشاهدين بلشوا حطوا المات، او حتى يعني مش ضروري يكون عندهم مات، كثير مهم انه يعني بنشوف انه اليوغا هي فيها ترافقنا وين ما كان، ما بدنا تولز، يعني هيدي المات يمكن فيني عند انا منشفي بالبيت بحطها فوق السجاده، سو ما يعني ما نخلق حجج لحالنا، انما نلاقي هي وسيله وطريقه انه نحن نساعد حالنا نبلش، لانه اكيد وانس نحن بنبلش عن جد كثير صعب انه نوقف، لانه بنحس بهيدا الشعور اللي كثير حلو جسديا ونفسيا. اوكي. سو اكيد مثل ما كنا عم نقول انه اذا عملت اجر بعمل الاجر الثاني، سو على طول في بالانس بتمارين اليوغا تبعنا. عم شوف هون كيف عم بعمل فلكس للفوت منشان بحس انه هون الهامسترينجز كمان بيكونوا عم يعملوا ستريتشنج. سو باخذ نفس وبطلع نفس بنزل. كمان عم نشوف هون قد ايه بننتبه للنفس، ويوجوالي باليوغا النفس بناخده وبنطلعه من المنخار، لانه بغير تمارين كمان بيعملوا اكسهاليشن او بيطلعوا النفس من التم وبننزل. هلا هيدي للمبتدئين، لا لشوي اكثر ادفانس كمان نعمل قد ما فينا كعب ظهرنا على الارض. هون بدي ركز انه كتافي مرتاحين ورقبتي مرتاحه، لانه اوقات بيصير في تنشن، سو كثير مهم انه انتبه كون مرتاحه بنفسي. هون بعلي اجري اليمين، باخذ نفس وبطلع نفس بنزل، بطني مشدود اكيد، برجع بقلب على اجري شمال فلكس تفوت، بطلع برجع بنزل. هون قد ما فيني as an option، يعني اذا انا كنت مرتاحه والكور تبعي حسيته قوي في علي اجري الثاني شوي عن الارض، بتصعب شوي بس اكيد للي هن بمرحله اكثر او intermediate فينا نقول او advanced فيهم يعملوا هيدا الاوبشن. بطني مشدود، بعلي اليمين، بنزلها بطلع نفس، برجع باخذ نفس، بعلي الشمال، بطلع نفس بنزلها وبرجع كمان بقلب، بضلني عم بعمل هارموني، يعني في تناغم بين حركة الجسم والنفس. هلا رح ارجع علي اجري اليمين ورح امسكها. هون كمان بدنا نساعد حالنا بالستريتشنج، سو بنكون بنفس الوقت عم نرتاح. سو بناخذ نفس، بطلع نفس، بعلي راسي، بوصل بايدي لعند الانكلز وبلش قد ما فيي عم شد باجري لعندي. عم بحس بالستريتش بالهامسترينجز اكيد. والنفس طويل وعميق. كمان هون فينا نعمل another core exercise، انه بعلي اجري الشمال وبفلت ايدي. هون بحاول هدي قد ما فيي. اكيد بنصير نحس انه كيف الكور يمكن باول فتره رح يبلش يرجف ونحس حالي كثير تعبانه. اتس اوكي، اتس ورث ات، يعني انه بتحرز عن جد نحس حالنا، نعطي حالنا هيدا الاهتمام لجسمنا. فيني برجع بنزل وبعطي بطعج ركبتي لعندي، برجع بنزل وهلا بعلي الشمال وكمان ابو القطع وبشد لعندي، باخذ نفس، بطلع نفس، بوصل بايدي لفوق وكمان عم شد لج لعندي. سو نحن هون كثير مهم نعرف او نغير المنتاليتي تبعنا او طريقه تفكيرنا. في كثير عالم بفكروا انه تمارين اليوغا او انه هي
نوع من الرياضة الجسدية مثل هي عقاب للجسم، إنما لا، لازم أنا أعرف وحس إنه هي شيء عم بعمله كرمال هيدا الجسم، يعني كرمال حب حالي أكتر، مش إنه أنا عم عاقب حالي بتمارين الرياضة. مايا قديه بدي وقت لفوت بالمود أكتر؟ يعني اعتبري أنا بلشت مثلك أو أصدقائنا المشاهدين هلا عم بيتابعوكي وبلشوا مثلك، قديه بدهم وقت ليفوتوا يعني بالجو أكتر؟ شوفي شو، يعني باليوغا مهم إنه نبلش، يعني قد ما كان إذا كنت أنا بدي أعطي حالي دافع انه بلش، يعني على طول انا بدي اتذكر انه انا ليه بدي بلش باليوغا، بتذكر بهيدا الشيء وبعمل حسابي مثلا روح على اقرب يوغا استوديو قريب لإلي، وشغله ثانيه كمان بتساعد انه مثلا روح مثلا مع يمكن مع رفيقتي او مع حدا منشان يصير في كوميتمنت اكثر، يعني بساعد حالي بوسائل انه تغير فكري انا، بس انه بمجرد ما الواحد يبلش كل حدا شيء اكيد بنسمع لجسمنا وكل حدا بيكون عنده طاقه مختلفه، فنحن مهم انه نكفي وما نقارن حالنا بغيرنا، يعني اللي مبلش صار له سنه مش مثل اللي مبلش صار له شهر، بس انه بعرف حالي انا انه الطريق، يعني مش مهم الديستنيشن انه انا لوين بدي اوصل، مهم انه انبسط بالطريق تبع طيب. انه السلف هيلينج وانه تحسين حالي من برا ومن جوا. اكيد هلا بتبلش الراحه تحسيها نفسيا بتعكس على جسدك ولا جسديا بتعكس على نفسيتك مايا؟ هي اثنيناتهم، يعني نحن مثلا بنبلش بهيدا الجسد ليه؟ لانه هو اقرب ل هو شيء ملموس اكثر، اوكي؟ بنبلش فيه لانه عم نحسه، نرجع مثلا بنحس بالنفس تبعنا، بنبلش شوي شوي نفوت لجواتنا، بنصير نفهم فكرنا كيف بيشتغل، سو هيدا الطريق اليوغا انه هي بتخلينا اتس ذا باث انورد، يعني او هي الجيرني اوف ذا سيلف، يعني انا عم بدي لاقي حالي بانه بلش فوت على جواتي، يعني بدل ما اكون انا كل انتباهي لبرا، او عاده هيك يعني لانه حواسنا نحن مفتحه لبرا، سو كل انتباهنا وكل مشاكلنا وكل فكرنا بيكون على طول موجه لبرا. باليوغا بكثير اسانز او الحركات يعني اللي بنكون عم نعملها بنحفز انه الواحد يغمض عيونه، مثلا انه انا بعمل حركه بغمض عيوني حتى مثلا شو ما كانت عامله هيدا التويست فور اكزامبل، بقعد بغمض عيوني ببلش عم بنتبه لنفسي، سو عم بصير اكثر فوت لجواتي، وبهيدي الطريقه بصير عم حس انه يعني هن اثنيناتهم مع بعض، يعني انا كمان اذا جسمي منه مرتاح ما في اقعد واعمل مثلا مديتيشن، رح يضلني عم حس بوجع ظهري وبوجع اجري، سو هن بيكملوا بعض اكيد. بتفرق شيء اذا كان الواحد بيعمل سبور، بيروح على الجيم، بينتبه لاكله، لا بتفرق ولا لا؟ انه يلي بده يعمل يوغا في يكون يمكن مش عم ينتبه كثير لاكله، يمكن مش كثير بيعمل سبور، بيمشي الحال. هلا الفكره هلا رح اكون عم بعمل انا هلا حركه بنفس الوقت واللي هي كثير بتنفع، ومنكون عم نحكي بنفس الوقت، سو بنعلي الفيت هيك اول اوبشن للمبتدئين، بحطوا ايديهم على المات سو ما بيعلون، الاوبشن الثاني بيعلون، الاوبشن الثالث بيجلسوا الليجز، سو كل هاي الاوبشنز اهم شيء يكون ظهرنا جالس ونحن فاتحين التشست وباكيد شادين بالكور تبعنا. سو سؤالك كثير حلو، انه هي الفكره انا اذا بدي اعمل الجيم اكيد في اعمل كمان يوغا، يمكن بصير بدي مثلا في منهم بيعملوا ويتس، سو الويتس اوكي بصير في عندنا اكثر ستيفنس بالجسم، سو بدي اعمل ستريتشنج اكثر، بس يعني بيكون اللي بس عم يعمل يوغا حيكون موست بروبلي انه يكون فلكسيبل اكثر، بس انه هيدا الشيء ما بيمنع اكيد انه نحن اذا حابين نعمل ويتس انه نعمله. وبالنسبه لانه نحب جسمنا وحالنا واكلنا، نحن بمجرد ما يكون نمط حياتنا بلش يصير صحي اكثر لحالي بصير، يعني نحن انه مش انه هي دايت معين ولازم تتبع، يعني مش انه حدا بيجي لعنا مثل البي تي انه بنقول له لازم تاكل هيك ولازم ما تاكل هيك، هي بمجرد ما انه انت نصير عم نرتاح بيننا وبين حالنا لحالنا بنصير انه نوعيه اكلنا بتختلف، بنصير كمان انه مثل
بارت اوف انه نحن عم نهتم بحالنا ونسمع لجسمنا. سو اكيد نحن لما نسمع لجسمنا بنعرف انه كثير منيح نص الاكل اللي بناكله يمكن منا بحاجه لإله. اكيد. سو بنصير اكثر واعيين على كل لحظه، واعيين على اكلنا، حاضرين. وساعتها هون لما نكون نحن حاضرين ونحن عم نعمل اي شيء ونحن عم ناكل ونحن عم نعمل براكتس كل شيء، يعني نوعيه حياتنا تختلف. حتى لو كنا نحن بعدنا بنفس الظروف اللي عايشين فيها، نحن منغير بنمط حياتنا، منغير بتفكيرنا، ومنصير نفوت لجواتنا. ساعتها الاشياء الخارجية واللي هي كانت يمكن بمحل عم بتعصبنا وعم بتضايقنا صارت بتخف. بكون انا بعدني بهاي الحياة عم بعمل كل الاكشنز او كل التصرفات، مثلا مش انه ببعد عن الحياة، لا بعدني بهيدي الحياة، إنما طريقة تفكيري اتجاهها بيكون بطريقة مسالمة أكتر. يعني فينا نقول اليوغا بتفرض علينا مسار مسالم، ما منعود نعصب بسرعة، ما منعود نطلع من حالنا بسرعة، نتصالح مع جسدنا. أكيد. ومنخفف بركي شوية ستريس وهم، لأنه خاصة نحن هلأ بالأوضاع اللي عم نعيش فيها يلي ثلاث أرباع ستريس وهم. بس في الواحد هيك يقيم حاله من مجتمعه ويقيم حاله من هالتراكمات كلها ويقول والله انا بدي انسى، بدي احطهم على جنب وبدي اقعد اعمل يوغا، ولا هي اليوغا بس تبلشي فيها بتفرض نفسها بنفسها وبتخليك يمكن تنسي شويه مصاعب عم تمرقي فيها؟ اكيد اليوغا مش انه نحن نهرب من الحياه، بالعكس. يعني انا بصير عم واجه الحياه بطريقه فلكسبل اكثر، او يعني بسلاسه اكثر. في شيء اسمه الكارما يوغا، الباث الكارما يوغا، اللي هي اليوغا فيها كذا باث. يعني الكارما يوغا هي اليوغا اوف ديديكيشن، او انه نحن نعطي يمكن كرس وقتي لاعمل شيء مثل ليتس سي مثل الصليب الاحمر، او اعمل خدمه لمجتمعي. فهيدا بارت من كمان فينا نقول له انه هيدا بارت من اليوغا. سو نحن ما بنكون انه عم نهرب بالحياه من الحياه، بالعكس انا بكون حاضره بكل لحظه. هي انه كون انا واعيه هي يوغا. اذا انا كنت عم بعمل سيلفلس سيرفيس او اقدم خدمه، واللي هي انه حتى الام بتكون فيها تكون عم تعمل كارما يوغا لما تكون عم تقدم وما بتكون مش عم تنطر مقابل. فهيدي هي كمان يوغا. يعني نحن طريقة تفكيرنا بيتغير، بطل انه انا يعني اغلبية المشاكل بتصير نحن بيننا وبين اشخاص تانيين هي توقعات من الشخص الاخر. نعم. فنحن لما نكون عم نعمل او اليوغا براكتس بكذا بالباثس تبعها كلها بتعطينا السلام، لانه مثلا انا بطل عم بنطر على انه حدا يعطيني مثلا كريدتس، او مثلا اوكي عملتي هيك ثانك يو، خلص بكون عم بعمل الاشياء لي انا مش للاخر، لي انا بلا ما اكون انه انا معلقه بالريزلتس او النتيجه تبع شغلي. بكون عم بقدم شغلي ب هيك بروح طيبه وماني ناطره النتيجه كمان. هيك بصير مرتاحه اكثر بالحياه. اكيد ماني ناطره مقابل من حدا، لانه هذا الشيء عم بعمله لحالي قبل ما اعمله للاخر. مايا فياض مدربه يوغا، كثير حلو اللي عملتيه، كثير حلو اللي عم تحكيه. بدنا ندعي كل اصدقائنا المشاهدات والمشاهدين يقوموا بالامور يلي انت عم بتقومي فيها، لانه مثل ما قلتي هذا الشيء بخلينا نرتاح اكثر بالحياه، ونحن اكيد هدفنا انه نرتاح اكثر بالحياه. شكرا لك مايا فياض مدربه يوغا، الى المزيد من اللقاءات. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. أصدقائنا المشاهدين احنا متابعين معكم، لا ما تروحوا لبعيد، بعد شوي عنا دكتور رائد محسن، تابعونا.